على بركة الله نبدأ مع بعض الجماعة الفلاحين بقى، خلصت الجماعة الصعيدة نبدأ الجماعة الفلاحين ونبدأ أقاليم مصر السفلى. أقاليم مصر السفلى يمكن كتير مننا ما بيتكلمش عليها كتير، لأن احنا أغلب شغلنا الصعيد مبنية يعني بتبقى هي بالنسبة لنا الأهم زي ما بنقول. احنا جبنا أقاليم الصعيد أو أقاليم مصر العليا، جبناها من طاسيتي في الجنوب لغاية تبقيح في الشمال، من أول أسوان إلى أطفيح. أول إقليم في الدلتا بيقابلني هو إينب حج، مدينة الجدار الأبيض، المدينة الرائعة، عاصمة مصر مع بداية الأسرات، عنختاوي، ميخاتاوي. إينب حج المدينة اللي بناها أول الملوك الحاكمين لتكون عاصمة تربط ما بين الشمال والجنوب، لتكون حياة الأرضين وتكون ميزان الأرضين. المنطقة التي تقع أطلالها الآن ما بين منطقة طاميت رهنت او ارض الكباش ومعبد بتاعه. إينب حج بقى الله يرحمه استاذنا الدكتور عبد السلام كان يكلمنا كتير على جزئيه ليه إينب حج؟ ليه قلنا الجدار الابيض؟ هل التاج الابيض؟ هل ان السور كان من الحجر الجيري مع السور الطوب اللبن؟ هل ان هو كان اللون الابيض لون يدي الاشراك؟ طبعا ملوش دعوه بالكوره خالص اللون الابيض والاشراك يعني، واحنا هناخده بس على مصر القديمه طبعا. الملك بيبي الاول في الاسره السته بنى الهرم بتاعه في منطقة إينب حج، وسمى الهرم بتاعه منفر. بدأوا الناس يروحوا يزوروا الهرم ويعجبوا بيه جدا. في نصوص الدولة الحديثة أصبح اسم منفر لا يطلق على هرم بيبي الأول، ولكن يطلق على المدينة، وهي المدينة اللي أصبحت منفر، ثم أصبحت في اليونانية ممفيس، ثم أصبحت في العربية مدينة أو منطقة منف القديمة. زي ما بقول لكم إن كان الثالوث المقدس للمدينة هو الإله الخالق رب الصناعة والفنون المعبود بتاعه، زوجته ربت عين ورع وربت الشفاء والطب، وأشهر صون وأشهر أطباء ارتبطوا بيها سخمت، ثم ابنهم إله العطور المعبود نفر طب. بنطلع من إينب حج نخش على الإقليم الثاني، الإقليم الثاني اللي هو إقليم سخم أو سيشن، الإقليم اللي بيقع 13 كيلو من القاهرة شمال غرب القاهرة اللي هي منطقة أوسيم الحالية، وده اللي كان أقرب مركز لعبادة المعبود حورس. الإقليم الثالث الإقليم الغربي، إقليم إيمنتي اللي هو قريب من منطقة كوم الحصن في البحيرة. الإقليم ده كان بيسمى أو المكان بتاعه هو بير نيب إيمو، مقر سيدة النخيل، ويبدو أنه ارتبط بالمعبودة نيت. البعض بيقول أن الإقليم ده لعب دور كبير جدا بكونه أحد المناطق اللي خرج منها المعبود حورس، لكن في الغالب أن الإقليم إيمنتي أو الإقليم الجنوبي ارتبط أكتر بحتحور اللي كانت نبت إيمنتي أو سيدة الغرب وسيدة الأقاليم الغربية. الإقليم الرابع بيسمى نيت شمع، نيت الجنوبية، نيت الجنوبية العاصمة بتاعته اسمها بير جقع اللي هي زاوية رزين. المعبودة الأولى اللي اتعبدت هنا كانت نيت، واحنا قلنا نيت شمع، وده زاوية رزين دي على فكرة في منوف محافظة المنوفية، ولكن في مرحلة من المراحل خرجت عبادة نيت من المنطقة وحلت مكانها عبادة تانية هي عبادة المعبود صبك. علشان كده مع الوقت أصبح المكان مرتبط بالتمساح، ولغاية النهاردة أهلنا في المنوفية في قرية مشهورة اسمها سبك الضحاك، أغلى تلاقوا ثلاث أربع قرى أشهرهم على فكرة سبك الضحاك اللي هي المدينة المرتبطة بالمعبود سبك. الإقليم الخامس نيت محيط، نيت محيط، نيت الشمالية اللي هو مكان من أروع الأماكن، مكان من أعظم الأماكن، مكان لعب دور في الحضارة المصرية غير عادي، منطقة صال حجر سايس، مركز عبادة نيت الرئيسي في الدلتا اللي ظهر من بداية الأسرات وارتبط بها كواحدة من المعبودات العظيمة، ولعب الدور من خلاله كبير حتى وصل هذا المكان إلى أنه أصبح عاصمة لمصر وارتبط بها عصر كامل، وهو آخر عصور الاستقلال الفعلي القوية لمصر، وهي منطقة أو عاصمة الأسرة 26 الذي يعرف باسم الإقليم اللي هو العصر الصاوي أو الأسرة الصاوي. نيت كانت ربة للحرب، ربة العرش الموجودة في مصر، ارتبطت ارتباط كبير زي ما بقول لحضراتكم بهذا الإقليم اللي هو الإقليم الخامس. الإقليم رقم 6 من أقاليم مصر السفلى إقليم خاصد. خاصد دي كلمة على فكرة اللي هي الثلاث جبال كده بنرسمهم. خاصد كتير مننا بيقع في الكلمة دي ويقول البلد الأجنبي، لا
المصري القديم كان يدفن في خاصة، خاصة يعني الأرض الصحراوية أو الأرض الجافة اللي مجاورة للزراعة. احنا بندفن لغاية الأرض في الجبل، ما عمركش تروح تفحط في وسط الزرع وتدفن إلا إذا كنت قاتل قتيل وبتخبيه، بقى دي قصة تانية. لكن خاصة هي المكان ده، المكان بتاع خاصة ده اللي هو مكانه دلوقتي تل الفرعي بوتو، العاصمة المصرية في عصر ما قبل الأسرات. عارفين حضراتكم طبعا من ما قبل الأسرات المعبودات اللي كانت موجودة، وجد عاصمة الشمال اللي كانت موجودة، رأوا ربة الشمال كانت موجودة ببوتو اللي هي تل الفرعين، ونخم اللي هي نخبة اللي احنا اتكلمنا عليها واحنا بنتكلم على الكامل. المنطقة هي تعرف في النصوص المصرية باسم به، به يعني المقر أو العرش، وعشان كده اتسمت به حر، عرش حورس أو مقر حورس. في العصر اليوناني اتحولت الى بوتو، وفي القبط كمان بوتو، وهو الاسم المعروف لغايه دلوقتي قبطو، اللي هي مركز سوق محافظه كفر الشيخ وسيدي ابراهيم الدسوقي، ربنا يجعلنا من مريديه ان شاء الله. الخسوت المصري هي اللي بقت اكسويس او خويس في اليونانيه، اتعبد في المنطقه كمان الاله راح حورختي بالمناسبه كواحد من الارض. الاقليم السابع وا ايمنتي، وا ايمنتي يعني الاقليم، وا يعني الاول، الاول الغربي او الاقليم الاول للغرب. الاقليم ده اللي سماه الاغريق من ليتوس، من ليتوس اللي هي كان المنطقه او من المنطقه اللي بتعرف دلوقتي باسم منطقه البرولوس، اللي هي منطقه بيرنبال جنب البرولوس في عند رشيد شمال كفر الشيخ. المدينه دي كانت في القبط اسمها ميجيل، واصبحت مركز لعباده مهم جدا برضو من مراكز عباده الاله حورس. الاقليم الثامن وعيب، وعيب يابت، وعيابت، وعيابت يعني الاقليم الشرقي الاول، الاقليم الشرقي. يبقى انا عندي الاقليم الغربي الاول اللي هو بيرنبال، الاقليم الشرقي اللي هو المنطقه بتاعت وادي الطميلات والبحر الاحمر. الاقليم ده اللي سماه اليونانيين هيرو نوبوليس. الاقليم ده عندي مهم جدا وكان عليه اهتمام كبير لانه على البحر الاحمر وعلى مناطق التجاره، وده يمكن لو حضراتكم تابعين اللي انا نزلته لحضراتكم فيديو عن قناه سيزو ستريس، اتكلمنا على وادي الطميلات وعلى المنطقه وعلى الارتباط بتاعها. الاسم المعروف للمدينه كان اسمين، الاسمين هو بير اتوم اللي بعد كده بقى سماه هيرودوت لما جه منطقه بيثوم، الاغريق سموه هيرانوبوليس، الاسم الثاني هو مدينه ثيكو، وهي غالبا المنطقه اللي بنعرفها دلوقتي باسم التل المسخوطه اللي هي 15 كيلو من اسماعيليه او المنطقه بتاعت وادي الطميله. الاقليم التاسع اقليم عين جد، اقليم عين جد الاقليم الحامي. الاقليم ده منطقه ابو صير البنا على الفرع الغربي للنيل عند دمياط، نواحي على فرع دمياط اللي هو 9 كيلو من سمنود. العاصمه بتاعته في مصر القديم عنجة او عنجد، بقت جيدو اللي خدت المعبود اوزير كمعبود ليها، وسموا المدينه مدينه جيدو ومدينه بير اوزير، وهي احد المدن الكثيره في مصر التي تعرف ببير اوزير او بو اوزير، ثم اصبحت بو صير ومنها جت تسميه ابو صير. الاقليم العاشر والاخير اللي هنتكلم عليه النهارده في الفيديو ده هو اقليم كم، كم يعني اقليم الطور اللي هو منطقته تل اتريب، والف رحمه ونور على استاذنا العظيم الدكتور عبد الحليم نور الدين، حوض حرقيب، القصر الاوسط او القصر اللي في القلب، وهي المنطقه اللي اتحولت لاتريب، ودي مركز او مسقط راس استاذنا الراحل الدكتور عبد الحليم رحمه الله عليه. كان بيعبد في المنطقه معبود ايمنتي اللي كان بشكل طور، وكمان اتعبد المعبود حورس. العشر اقاليم زي ما انتم شايفين، انا مش ماشي على خريطه مصر الشماليه، يعني مش ماشي امسك كده وامسك كده وامشي كده وامشي، لا انا ماشي تلاقوني ببدا بعين بحج، بطلع على كفر الشيخ، بنزل على البحيره، بروح على المنوفيه، يعني بلف ما بين الاقاليم حتى اصل الى النطاق بتاعي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الفيديو النهارده انتهى عند 10 اقاليم من اقاليم مصر السفلى، ان شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الخير، ونلتقي في الفيديو الجاي نكمل اقاليمنا في مصر السفلى. شكرا جزيلا، سلام عليكم.